طبعا هيكون من قارة أنتاركتيكا، القارة المجمدة. معلش برضه ما عرفتش أكلم خالي اللي فاتت، كانت في صعوبة في الاتصال. بقالنا يومين بنتحرك، النهاردة اليوم التالت الصبح. غطينا حوالي 16 كيلو، كانوا 35 كيلو عشان نوصل للقطب الجنوبي. درجة الحرارة تقريبا متوسط حوالي 30. الهواء الحمد لله مش جامد قوي، ممكن حاجة زي مش أكتر من 10 كيلو. طبعا الهواء لما بيزيد بيخلي درجة الحرارة تحس بيها أكتر بكتير، ممكن قوة الرياح 30 كيلو ممكن تحسسنا، بدل ما 30 ممكن تبقى ناقص 50 أو 60. بنتحرك كويس بس لسه بنتحرك مسافات قليلة كل يوم عشان لسه بنتأقلم على الارتفاع، حوالينا 3000 متر فوق سطح البحر. معناها إن نسبة الأكسجين أقل، فلازم الجسم يتأقلم على الموضوع ده. وبعد يمكن يوم أو اتنين هنبتدي نتحرك المسافة الكاملة بتاع كل يوم اللي هي حوالي 20 كيلو. للأسف اليومين اللي فاتت أنا كنت تعبان شوية، وما زلت عندي يمكن مشكلة في بطني، تاخد مضاد حيوي وأدوية تانية كتير، فطبعا خليني تعبان شوية ومش قادر أتحرك كويس، وكمان قلل من طاقتي. يعني الموضوع أصعب بكتير طبعا الواحد يعمله وهو عيان، بس عندي أمل إن أنا قدرت أقاوم اليوم أو الاتنين الجايين دول، أقدر إن أنا أكمل أحسن. حاسس يعني أقدر إن أنا الأيام اللي جاية أقدر أتحرك فيها بشكل أحسن، والمهم بس إن العيا ما زيدش، وبالتالي أقدر أكمل المشوار ده أنا ابتديته. النهارده قدامنا مشوار مهم جدا، هيبقى حوالي برضه 15 كيلو تمرين. غير كده كل حاجة تمام هنا، دولي قابل الجوع كمان في المعاناة دي، لكن إن شاء الله كل حاجة تتم على خير، وإن شاء الله الريوز الاتصال تشتغل كويس، وأقدر أديكوا أبديت تاني النهاردة آخر النهار أو بكرة. عمر سمرة معاكم من قارة أنتاركتيكا، شكرا، وشكرا على خير إن شاء الله.